بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا يونت 5 أو الوحدة الخامسة The Future of Work، يعني مستقبل العمل. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للجزء الأول معنا من يونت 5 Lesson 102 Vocabulary، الكلمات الخاصة باليونت مع بعض. Catch up، catch up يعني يواكب أو يساير أو يلحق. Catch up بتساوي keep up with، keep up with يعني يساير أو يواكب. Keep up with. Keep up with يعني يساير أو يواكب، يبقى catch up أو keep up with. Catch up with your work، catch up with your work يعني تلحق بعملك. Catch up with your work expression عندنا catch up with your work. Catch up لوحدها يواكب أو يساير، catch up with your work يعني تلحق بعملك. Install، install يعني يثبت أو ينصب برنامج، يعني يثبت برنامج على الكمبيوتر أو ينصبه، بنستخدم install. Install طبعا كلمة repair أو fix أو mend معناها يصلح جهاز، ولكن ده يركب أو يثبت برنامج على الكمبيوتر أو على الموبايل. Install a software، install a software يعني ينصب برنامج، يبقى install يثبت أو ينصب، install a software ينصب برنامج. Join، join يعني ينضم إلى أو يلتحق، أقول لك I join a university يعني التحقت بالجامعة، لكن I joined the club انضمت للنادي. Join a virtual meeting، join a virtual يعني ينضم لاجتماع. Join a virtual، join a virtual ينضم لاجتماع. Meeting، meeting اللي هو join a virtual meeting يعني ينضم لاجتماع افتراضي. كلمة virtual معناها افتراضي، virtual. Meeting اجتماع. Join ينضم، يبقى join a virtual meeting expression على بعضه، ينضم لاجتماع افتراضي. Leave left، leave left يعني يغادر، البسط منه. Leave a virtual meeting يغادر اجتماع افتراضي. Leave a virtual meeting، leave a virtual meeting. IT اختصار كلمة is a short for information technology. I اللي هو information، T technology، يبقى this is an abbreviation for information technology. ممكن أقول short for يعني اختصار، أو abbreviation معناها اختصار. موت يعني يكتم أو يصمت، صامت. موت، موت the microphone، موت the microphone يعني يكتم الميكروفون. موت the microphone. switch يعني مفتاح التشغيل أو يبدل، ممكن تبقى verb وnoun، الverb منها يبدل والnoun معناه مفتاح تشغيل جهاز، مفتاح التشغيل. switch on معناها يشغل جهاز، switch on بتساوي في المعنى turn on. switch on بتساوي turn on يعني يفتح أو يشغل، turn on. عكسها طبعا switch off، switch off اللي برضو عكسها turn off. turn off يعني يطفئ أو يوقف جهاز، يبقى احنا عندنا turn on و turn off، أو switch on و switch off. switch on equals بتساوي أو is a synonym of turn on، أما switch off is equal or synonym to في عندنا turn off. turn up معناه يرفع صوت، مثلا turn up أقول لك turn up your voice يعني علي صوتك. turn up. turn down معناه يخفض الصوت، turn down يعني يخفض. عندنا share يعني يشارك، share، وطبعا عارفين ان share بيجي مع حرف الجر with، share with يعني يشارك مع. share a screen يعني يشارك شاشة، share a screen يشارك شاشة. عندنا هنا look into، look into يعني ناخد بالنا من الفعل ده، look into يتحقق من، look into، look into يتحقق من أو يحقق فيه. look into، look into possibilities، look into possibilities يعني يبحث عن إمكانية. look into possibilities، possibilities يعني إمكانية. look into يتحقق بتساوي عندنا check، أو examine بتساوي عندنا check
أو examine يعني يتحقق أو يفحص من يفحص شيء check أو look into possibilities يبحث عن إمكانية look into possibilities. بالنسبة لل important words عندنا في الدرس advent يعني مجيء أو ظهور advent معناه مجيء أو ظهور advent ancestors أجداد أو أسلاف ancestors application طلب انضمام أو تطبيق application apply يعني يتقدم بطلب أو يطبق apply average وبيجي مع حرف الجر of average of يعني معدل أو متوسط average by accident يعني بالصدفة أو عن غير قصد by accident means by chance يعني بالصدفة by accident or by chance cause يعني سبب أو يسبب كverb cause يعني سبب cause أو يسبب كverb check يتحقق من check والماضي منه checked لأنه برضو فعل منتظم check out محصل check out this is a noun يعني ليه اسم check out يعني محصل يبقى check out يعني محصل check out interviewee يعني الضيف الحوار أو المحاور person who is interviewed يعني اللي بيتم مع المحاورة interviewee the person who runs the interview بنسميه interviewer يعني الشخص اللي بيدور الحوار نفسه بنسميه المحاور interviewer labor market سوق العمل labor market اللي هو سوق العمل logical يعني منطقي logical microphone plug يعني يوصل بالكهرباء أو بجهاز this is a verb plugged وطبعا الباست منها بنضيف حرف جي ونضيف ايدي plugged plus بالإضافة إلى plus position يعني وظيفة أو مكانة position possibility يعني إمكانية أو احتمال possibility عندنا باقي الكلمات clarification توضيح جاء من الverb clarify يعني يوضح clarify لكن clarification اللي هو التوضيح عندنا colleague يعني زميل عمل colleague شبيهة طبعا كلمة عندنا college اللي هي college طبعا college اللي هي الكلية college لكن colleague يعني زميل عمل طبعا هنحذف الA واليو اللي حوالين حرف الجي ويجيلنا كلمة الجديدة college يعني كلية college لكن colleague يعني زميل عمل conference call يعني مكالمة جماعية conference call connection يعني اتصال consequence يعني نتيجة consequence contact يعني يتصل بي أو اتصال أو تواصل contact debate يعني مناظرة أو نقاش debate decline يعني انخفاض أو نقص أو انهيار أو ينخفض بتساوي في المعنى كلمة regress اللي هي عكس progress regress يعني يتدهور أو ينخفض regress هنا decline delay يعني تأخير أو يؤخر delay destroy يعني يدمر destroy emerge يعني يظهر أو يبرز emerge from يعني منتدى from instant يعني فوري أو لحظي interpersonal يعني شخصي أو بشري interpersonal يعني شخصي أو بشري interpersonal عندنا prediction يعني تنبؤ أو نبؤ جاء من الفعل predict يتنبأ prediction التنبؤ promise يعني وعد أو يعد كverb noun يعني فعل واسم يعد كverb noun كاسم
realize يعني يدرك أو يستوعب. realize respond يعني يستجيب. respond risk يخاطر أو مخاطرة. risk schedule يعني جدول أعمل. schedule seem يعني يبدو. significant يعني ملحوظ أو كبير. significant software يعني برنامج software. suit يعني يناسب أو يصلح. technical يعني تقني أو فني. technical trend يعني توجه أو نزعة. trend توجه أو نزعة. user friendly يعني سهل الاستخدام. user friendly version يعني نسخة أو إصدار. version virtual يعني افتراضي. virtual يبقى virtual يعني افتراضي. welfare يعني ازدهار أو راحة. welfare بتساوي في المعنى flourishment يعني ازدهار أو انتعاش. flourishment أو welfare. طبعا عندنا كلمة اللي هو الرخاء جاي منها كلمة الرخاء أو شبيهة بها. prosperity اللي هو الرخاء prosperity. لكن عندنا welfare ازدهار أو طبعا هنا الرفاهية. welfare أو refreshment الازدهار. أما prosperity الرخاء. بالنسبة للdefinitions للتعريفات كده ناخد بالنا. catch up with to improve and reach the same standard as other people in your class group. to improve يتحسن and reach ويوصل the same standard لنفس مستوى as other people in our class group في نفس الفصل أو المجموعة. catch up with يعني يلحق بي لو معناه يلحق بي. catch up with to come from behind and reach someone in front of you by going faster. يلحق بشخص يعني to come from behind يأتي من الخلف and reach someone ويلحق بشخص in front of you أمامك or of you by going faster بالذهاب مسرعا. Install أن يثبت أو ينصب means to add new software to a computer. to add يضيف برنامج جديد to a computer للكمبيوتر so that it's ready to be used. so it's ready يعني يكون على جاهز للعمل أو to be used للاستخدام. IT اختصار Information Technology وطبعا دي من modules طبعا مادة في الكمبيوتر اللي هو الـ ICDL. يقول لك مديول اسمه الـ IT. مديول الـ IT اللي هو عبارة عن إيه؟ Information Technology. The study or use of electronic process. The study دراسة or use أو استخدام of electronic process عمليات إلكترونية. And equipment for storing تخزين information المعلومات and making it available وجعلها إيه متاحة. يبقى the study دراسة or use of electronic process عمليات إلكترونية and equipment for of storing equipment for storing information and making it available. join يعني ينضم أو يلتحق. to begin to take part in an activity that other people are involved in. to begin يبدأ to take part to يشارك in an activity في نشاط that other people في ناس آخرين are involved in يعني مشتركين فيه. look into يبحث عن. بتقولنا check look into يبحث عن. to try to find out the truth to try to find out the truth بيحاول يبحث عن الحقيقة. about a problem لمشكلة crime جريمة in order to solve it عشان أو لكي يحلها. mute يكتم الصوت أو صامت. to make the sound of something quieter to make the sound يجعل الصوت quieter أهدى or make it disappear completely أو يختفي إيه تماما disappear completely. share يشارك to have or use something with other people to have or use يعني يكون معك شيء with other people مع الآخرين. switch off اللي قلنا معناه turn off to turn off a machine يعني يشغل يطفئ آلة. turn off معناه يطفئ to turn off a machine يطفئ آلة light do radio اللي هو الجهاز الراديو using a switch باستخدام switch اللي هو المفتاح.
switch on to turn on a machine يعني شغل آلة light do radio الراديو using a switch باستخدام switch اللي هو المفتاح turn down يعني يخفض صوت أو يخفض حرارة to turn the switch on a machine such as an oven مثل الفرن a radio الراديو so that it produces less heat بتنتج طاقة أقل sound أو صوت turn up يعني يرفع الصوت أو الحرارة to turn a switch on a machine such as an oven مثل الفرن radio اللي هو جهاز الراديو so that it produces more heat تنتج حرارة أقل sound يبقى ده يخفض turn down turn up يعني يرفع. بالنسبة لي أسئلة الخاصة بالفوكاب A number one, if you want this app, لو أنت محتاج هذا التطبيق to perform يعمل better أفضل is with the latest updates. يعني نصب أو ثبت أحدث إصدار. يا ترى plug ولا install ولا destroy ولا share طبعا. يثبت أو ينصب برنامج install. يعني ثبت برنامج أو أحدث إصدار. Would you kindly speed the sound until I have finished my call? ممكن لو سمحت تخفض الصوت لما انتهي من المكالمة. طبعا يخفض الصوت اليمين موت. ممكن يخفض الصوت أو يجعله إيه صامت. About 500 new members special master page on Facebook every day. حوالي 500 بيلتحقوا حوالي 500 عضو جديد بيلتحقوا بصفحة المعاصر على الفيسبوك every day. طبعا هنا يلتحق بي join. Use this switch to turn the machine on. In this sentence which switch is? طبعا use this switch. Switch هنا اللي هو الناون المفتاح نفسه. يبقى this is a noun. يبقى switch معناها مفتاح. Give me some time to space possible solutions to the problem. طبعا أجد أو يبحث عن معلومات بتساوي تشيك يفحص عن أو يتحقق من معلومات يبقى look into يعني يتحقق من. It would be very difficult to space if you missed 2 weeks of school. It would be very possible يعني ممكن أو من الممكن to catch up ولا catch up with. طبعا catch up with يلحق ولكن هنا to catch up يعني يسير to catch up if you missed 2 weeks of school. طبعا هنا يواكب أو يسير. It would be very difficult to space your work your school work if you missed 2 weeks of school. طبعا it would be very difficult to catch up with. Catch up with يعني يلحق بعمله أو تلحق بعملك المدرسي. يبقى هنا catch up with. يبقى هنا الأولى ناخد بالنا الاتنين متشابهين. It would be very difficult to catch up. To catch up يعني تلحق أو تساير. If you missed يعني صعب أن أنت تواكب أو تساير. If you missed اللي أنت افتقدته في خلال أسبوعين دراسي. لكن هنا it would be very difficult to catch up with your school work. Your school work if you missed 2 weeks لو انت ايه فاتك اسبوعين. Space before you go to bed طبعا اعمل ايه قبل ما تذهب للفراش. Turn the TV up يعني اخفض صوته علي صوته. Switch the TV off يعني اطفي الجهاز قبل ما تنام. طبعا هنا switch off يعني يطفي ولا switch on the TV تشغله. B و C طبعا هنا switch off لانه هينام لكن switch on معناه يشغل. لا ده احنا عايزينه ايه switch off يعني يطفي الجهاز. Space I can hardly hear you يعني بصعوبة أسمعك يبقى علي صوتك. turn the TV up ولا switch the TV on يعني شغله ولا switch the TV off يعني turn طبعا هنا يعني شغله وهنا turn برضو معناه يشغل. turn down the TV turn down يعني نخفض الصوت. I can hardly hear you طبعا turn down يعني اخفض الصوت انا مش بسمع او انا ايه اكاد اسمعك بصعوبة. turn down يعني يخفض.
Egypt's share in the Nile يعني حصة مصر من النيل. Water can't be approached لا يمكن الاقتراب منها. The word share here is a طبعا هنا share حصة يبقى noun. It's a noun يعني اسم، لكن share يشارك كفعل، لكن هنا معناه حصة مصر فين؟ في النيل. Especially can hardly hear what's being said by the guests of my favorite program طبعا بصعوبة أسمع كلام what is being said يقال من الضيوف of my favorite program من البرنامج بتاعنا. Turn the TV up يعني على صوته، طبعا هنا التلفاز شغال فعايز يسمع البرنامج يبقى turn the TV up يعني علي الصوت، لكن switch off يطفي، switch on يشغل، turn down يعني يخفض القهوة عايز يسمع اللي هم ايه بيقولوه. You can't have success، you can't have success يعني ما تحصلش على النجاح. To your sorry you can't have access، access يعني الوصول، لا يمكن الوصول to your Facebook account لحسابك على الفيس on your mobile unless you space a Facebook application unless you respond يعني يلتحق به هنا respond ولا apply يطبق ولا install طبعا install a Facebook application طبعا ما تعرفش تدخل على الاكونت الحساب الا ان كنت مثبت برنامج او تطبيق الفيسبوك على جهازك، هنا يثبت install. Important vocabulary عندنا your ID. Your ID is an important space that you don't or that you can't do without يعني لا يمكن العمل بدونه. طبعا هنا your ID is an important version يعني إصدار IT information technology document وثيقة application تطبيق. طبعا ال ID اللي هو ال identity card اللي هو بطاقة التعرف بتاعك document يعني وثيقة، طبعا ال identity card اللي هو البطاقة الشخصية. Don't expect to get a space response. I will take my time to decide يعني ما تعتقدش او ما تتوقعش to get an instant يعني فوري او حالي، انا ايه انا بستغرق وقت. I will take my time هاخد وقتي to decide اقرر، يبقى هنا instant يعني فوري. Parents are responsible for the space of their children طبعا الآباء مسؤولون for the room اللي هو فريوم اللي هو المنتنى space فضاء والفير رفاهية أولادهم، طبعا هنا welfare يعني رفاهية. With this amount of experience يعني بهذا الكم من الخبرة skills التجارب والخبرات and qualifications والمؤهلات you are really space to the job you are suited. Suited يعني مناسب للعمل. You are suited suited يعني مناسب، لكن طبعا هنا جند يلتحق شير يشارك داونلودد يحمل. I split the printer cable into one of the USB ports of my laptop طبعا هنا أنا وصلت يوصل بالكهرباء اسمها plugged I plugged. This online game puts you in a space war environment you feel as if you are a warrior in an actual fight طبعا this online game هذه اللعبة الافتراضية بتجعلك puts you in a virtual war يعني في حرب افتراضية مع البيئة you feel بتشعر وكأنك warrior محارب in an actual fight في حرب حقيقية. My mother calls me twice a day to make sure I am alright. مامتي اتصلت بي مرتين عشان تطمن عليا ان انا كويسة. Her calls is a طبعا هنا my mother calls is a verb. This is a verb يعني فعل يتصل. I am going to apply for a lecturer space advertised on المعاصر website. I am going to apply for a lecturer محاضرة conference ولا clarification ولا possibility ولا position. طبعا I am going to apply for a lecturer position يعني موقع المحاضر على المعلن على كتاب المعاصر. Position مكان أو موقع. I put a genuine space of Windows 11. Version طبعا يعني نسخة أصلية genuine. The product delivery has been space because of driver's strike طبعا the product delivery يعني توصيل المنتج has been plugged in ولا logged in to يفحص ولا delayed يتأخر because of driver's strike إضراب السائقين طبعا هنا delayed يعني يتأخر. The officer risked his life to rescue the kidnapped child. The officer اللي هو الضابط عمل ايه في حياته؟
contacted or يتصل ولا risked يخاطر بحياته. طبعا هنا risked his life يعني خاطر بحياته. to rescue لإنقاذ the kidnapped child. The point still needs more space. Not all students have understood it. The point still needs more. طبعا النقطة دي ما زالت محتاجة إيه؟ الطلبة مش فاهمينها. clarification. قلنا clarification يعني توضيح. My headache. صداع will to this medicine. My headache responses يعني الصداع اللي عندي بيستجيب لهذا الدواء. طبعا هنا responses يعني يستجيب. I don't expect he will space this generous offer. I don't expect he will plug in ولا look into ولا deny ولا decline. طبعا هنا يتدور. I don't expect he will decline يتدور this generous offer لهذا العرض الايه او طبعا يقلل او ينخفض لهذا العرض الايه السخي generous offer. I ran an online انا بدير online forum يعني منتدى اونلاين على الانترنت منتدى اونلاين. تيم ورك العمل الجماعي needs a high level of space skills. You need to have a good relationship with other team members. تيم ورك العمل الجماعي needs a high level of instant فوري virtual افتراضي technical تقني interpersonal skills. طبعا interpersonal skills يعني مهارات بشرية. I intend to attend the medical space held in the Hilton. طبعا هنا the medical conference يعني المؤتمر الطبي المنعقد في Hilton. I was busy messaging some clients. The word messaging in this utterance is طبعا كلمة messaging هنا noun اسم verb ولا adverb ولا عندنا هنا adjective. طبعا the word I was busy messaging. Messaging يعني يراسل هنا كverb وضفنا له ing يبقى this is a verb. Stress may space your mental health. التوتر ربما يؤثر أو يدمر قوتك العقلية. طبعا هنا destroy. Destroy يعني يتلف أو يدمر. Destroy. Mental health problems are a direct space of stressful work life. طبعا هنا mental health problems يعني المشكلات العقلية are a direct طبعا consequence. Consequence يعني ناتج للتوتر أو الحياة العملية المتوترة ناتج أو مترتب على. To speed this 20 gigabyte file quickly you need a fast internet connection. عشان ترسل 20 جيجا كويكلي بسرعة طبعا to download تحملها. To download يحمل الشيء ولا صوت يناسب. join يلتحق شير طبعا هنا download يعني يحمل 20 جيجا بسرعة. When the noun space means a formal request for something such as a job it can't be replied with ab. طبعا هنا when the noun space means a formal request طبعا اللي هو الفيرجن الاصدار position مكان document الوثيقة ولا application التطبيق وطبعا it can't be applied لا يمكن ان احنا نبدلها بأب. طبعا اب دي تطبيق على الكمبيوتر لكن application اللي هو طلب العمل او طلب طبعا اللي هو application a formal request طلب رسمي for something لشيء such as a job مثل الوظيفة. يبقى هنا طلب الالتحاق بالعمل application بتساوي كلمة app بس بشرط ان app دي تكون تطبيق. لو app تطبيق ممكن تبقى اختصار ولكن كلمة طلب التحاق بالعمل ليس اختصارها app. Give children their own space to choose and decide. طبعا ادي للأولاد مساحة أو وقت للاختيار والتقرير طبعا own space. Give me an objective solution that can easily be responded applied. طبعا هنا can be applied يعني تطبق. اديني me an objective solution يعني حل موضوعي لكي يسهل تطبيقه. I was visited by three of my space when I was ill. أنا زرني ثلاثة من منين لما كنت مريض. طبعا هنا ثلاثة من colleagues اللي هم أصدقائي أو زملائي. Just space me if something goes wrong. طبعا just contact me. Contact يعني اتصل. اتصل بي فقط طبعا contact.
قلنا كونتاكت بتساوي كوميونيكيت ويز، ولكن كونتاكت ما يجيش معاها حرف جر، ممكن يجي معاها حرف جر في حالة واحدة بس، لو هي اسم وليست فعل، لكن لو فعل ما يجيش معاها حرف جر. You can get technical support on your website، ممكن تحصل على تقنية فنية من على الويب سايت. Support is used here as you can get technical support، طبعا support هنا noun، it's a noun يعني اسم. They are looking into the، طبعا بتحققوا into the space of starting a new branch of the bank here in our town. Conference clarification possibility into the possibility يعني إمكانية بدء فرع جديد للبنك here in the town في المدينة. طبعا هنا possibility يعني إمكانية. Make sure that the loud speakers are، تأكد إن loud speakers إن التحميل الصوت are plugged in يعني متوصل، plugged in، looked into، delayed متأخر، declined طبعا هنا plugged in. بالنسبة لـ number 42 to space is to turn a machine light in radio of using the switch، يعني تطفي الجهاز باستخدام السويتش اللي هو المفتاح. طبعا هنا switch of، switch of يعني يطفي أو يوقف. To space is to begin to take part in an activity that other people are involved in، طبعا تشترك في عمل يشارك فيه الآخرين. طبعا هنا join يعني ينضم. To begin to take part in an activity يعني تبدأ تشارك في نشاط. That other people are involved، في ناس مشتركين. طبعا join يعني ينضم أو يلتحق. To space is to come from behind and reach someone in front of you by going faster، يعني تلتحق بشخص طبعا سبقك. catch up with، catch up with يعني يلحق. catch up with. To space is to make the sound of something quieter، تجعل صوت الشيء أخفض أو تخفضه. Or make it disappear completely، أو يخفض تماما. طبعا mute، mute يعني يصمت أو يكتم الصوت. To space is to turn a machine light radio or using on using a switch، turn on يعني يفتح. طبعا إن هي switch on، switch on يعني يفتح. To space is to have or use something with other people، use something تستخدم شيء مع ناس آخرين. طبعا هنا share، share يعني يشارك، share يعني يشارك. To space is to turn a switch on a machine such as an oven، زي الأوفن قلنا الفرن، radio so that it produces more heat، بتنتج طاقة أكتر. more يعني أكتر، sound أو صوت أعلى. طبعا turn up، turn up يعني يرفع أو يعلي الصوت. To space is to turn the switch on a machine such as an oven, radio so that it produces less heat، أقل. يبقى turn down، turn down يعني يخفض. To space is to add new software to a computer so that it's ready to be used، يعني جاهز أو مستعد للعمل. طبعا install يعني يثبت تطبيق أو برنامج. install. To space is to try to find out the truth about a problem، يعني تجد حقيقة مشكلة، a crime، جريمة، or in order to solve it، لكي تحلها. طبعا هنا look into، look into يعني يفحص. Space is the study or use of electronic devices، يعني عمليات إلكترونية، and equipment، وجهاز، for storing information، لتخزين معلومات، and make it available، وجعلها متاحة. طبعا الـ IT اللي هو اختصار information technology. ومن هنا وصلنا للدرس الأول من unit 5 بالنسبة للفوكاب. مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.